مبادرات نحن هاي كل سنة نبادر بها، يعني نخفض بروضان الأسعار لأن أغلب الناس ما عندها هذا الشهر، وإحنا نتمنى الناس الباقي هم تخفض السعر. إحنا مجتمعنا كله مجتمع بسيط وفقير. زين، أنت كل سنة تخفض أسعار تشمل الدجاج والبيض؟ الدجاج والبيض فقط، هو هذا عملنا إحنا نخفضه. نخفض أسعار 20%. 20%؟ نعم. زين، بالنسبة للعمل مالتك هنا مستمر 24 ساعة؟ عملنا من 7 إلى 7، بس مرات إحنا يخلص الدجاج والبيض عندنا ب 12 الظهر نعزل أو قبل هذا الوقت. طيلة شهر رمضان. يعني كل يوم وجبتنا احنا محددينها اليوم ما تخلص نعزل. والله هي المبادره الاستاذ يم استاذ جبران، خوش تسعيره حلوه وزينه، واحنا نطلب من الحكومه ان تكون التسعيره حلوه يعني للمواطنين، وناس اكو ناس كلش يعني محتاجه وما عندها. وهسه كنت حاكي قال لك السوق معلق، يابا ليش معلق السوق؟ يابا الورق والله. واحنا نطلب من سياده الحكومه ومن الوزير ان تكون تنزل التسعيره والله، وهذا رمضان جانا، ونطلب من التجار أن يساعدون الشعب، الشعب مظلوم وما عنده ومحتاجين، ونسأل الله التوفيق والستر. أي والله لهذا الشعب، وتحمل ضيمه، هو يتحمل ضيمه.